حياكم الله مشاهدينا. الأسبوع الماضي كنا وإياكم في جولة ميدانية على بسطات الأجانب في حي السوق في الدمام. اليوم بناخذكم في جولة ميدانية ثانية وبرفقة مراقبي بلدية وسط مدينة الدمام. تابعونا. هذا عداد كهرب حي السوق كامل تم استخدامه مستودع لأصحاب البسطات، وراح نشوف البضائع اللي فيه. طبعا هم يغيرون الأقفال باستمرار، البلدية تقفله بأقفال محكمة، إلا أن أصحاب البسطات يغيرون هذه الأقفال بأقفال أخرى ويخزنون بضائعهم داخل هذا العداد. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، تم إبلاغ جميع أصحاب البسطات هنا من قبل ناس مجهولين بالانصراف من الموقع وحمل بضائعهم. الآن كما نشاهد البسطات هنا فاضية تماما. مشاهدينا، بمجرد دخول فرقة المراقبة من بلدية وسط الدمام، أصحاب البسطات اللي منهم هرب ترك البسطة واللي لحق على بسطته وانصرف. تابعوا معي الآن، هذا موقع لأحد البسطات. هذه الجولة تمت مصادرة هذه البضائع والكاميرا تكون موضحة عليها. بحسب ما ذكر مراقب بلدية وسط الدمام، هذه الخضروات منتهية الصلاحية، غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ما في شغل بس. لا ما في شغل. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، هنا تم تخزين خضروات وفواكه في هذا الممر. خضروات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، معرضة لأشعة الشمس، وأيضا غير متواجدة في أماكن صحية. والله قبل ما تجي البلدية، بخصوص البسطات والعشوائية تعتبر صراحة شيء محزن صراحة، لأنه أساسا بضائع مجهولة المصدر، تالفة. يمكن شفت الخضار والفواكه من تاريخ أنا والله كنت بالممر اللي هنا، صراحة الريحة منتنة صراحة، وباين بقايا بضائع وبقايا. صراحة مجهودها طيب، يعني مجهودها طيب، لأنه يخربون على المحلات الرسمية مثل اللي هنا المحلات هذه، إيه، وعلى البضائع المجهولة المصدر، يعني لأن فيها ضرر على المستهلك. في نهاية هذه التغطية مشاهدينا، تمت مصادرة أكثر من 250 كرتون من الخضار الفاسدة، سيتم إتلافها من قبل البلدية. أيضا تمت مصادرة العديد من المستلزمات العينية، هذه المستلزمات سيتم ترحيلها إلى جمعيات البر. تقبلوا تحيات محدثكم محمد آلمحي، صحيفة اليوم.